بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن برنامج التعليم في الهيئة التربوية التعليمية ما زلنا في سلسلة اللغة العربية. اليوم سنأخذ درسا جديدا وهو الجملة الاسمية والجملة الاسمية المبتدأ والخبر. أولا سنتعرف على المهندس الصغير. نفتح الكتاب ثم تتابعون معي في القراءة صفحة 88. جاء العيد وحسان في التاسعة من عمره، فصحبه جده إلى محل للألعاب لشراء هدية يحبها. الواجهة واسعة واللعب متنوعة والاختيار صعب ولكنه غير مستحيل. لم تعجب حسانا المسدسات ولا دمى الحيوانات، إلا علبة فيها مكعبات خشبية من مختلف الأحجام والأشكال الهندسية. وعرض حسان رغبته على جده فوافقه عليها في الحال. الجد مسرور والأم مبتهجة لذوق حسان الرفيع. وها حسان في البيت يجري تجاربه في فن البناء، ولم يمض وقت طويل حتى ظهرت بناية من عدة طبقات ركزت فيها الأبواب والنوافذ، وجعل لكل شقة شرفة تطل على الساحة أمام البناية. صفق حسان وصاح استحسانا، فأقبل أفراد العائلة مسرعين ووقفوا مدهوشين أمام بنايته الجميلة وقالوا: لقد ظهر عندنا مهندس صغير. لقد اختار حسان منذ الآن المهنة التي يحبها ويحقق فيها طموحه ونجاحه. لو أخذنا من هذا النص: الواجهة واسعة. انظروا إلى كلمة الواجهة، هل هي اسم أم فعل؟ سوف تقولون لي أنها اسم لأنها بدأت بأل. ما حركتها؟ حركتها الضمة. إذن الواجهة هي اسم بدأنا به الكلام وحركته الضمة فهو مرفوع. لو أخذنا كلمة واسعة، الواجهة واسعة، ماذا تلاحظون في كلمة واسعة؟ واسعة اسم ومنونة فهي نكرة. ماذا فعلت كلمة واسعة بالواجهة؟ خبرت عنها بأنها واسعة. إذن الواجهة هي اسم معرفة بدأنا به الكلام وهو مرفوع، إذن هي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أما واسعة فهي اسم نكرة أيضا مرفوع وخبر عن المبتدأ فهي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن الواجهة واسعة، هذه هي الجملة الاسمية، هي الجملة التي تبدأ باسم وتفيد معنى تام، أي فهمت معنى الجملة عندما أقول الواجهة واسعة. أيضا لو أخذنا المثال الثاني: الجد مسرور. الجد أيضا هي اسم معرف بأل مرفوع وبدأنا به الكلام، إذن هي مبتدأ مرفوع. مسرور خبرت عن الجد بأنه مسرور، إذن هي اسم نكرة مرفوع وقع بعد المبتدأ وخبر عنه فهو خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أيضا اللعب متنوعة. اللعب متنوعة أيضا اللعب اسم معرف بأل وحركته الضمة فهو مرفوع بدأنا به الجملة، إذن هو مبتدأ. متنوعة هو اسم نكرة لأنه منون أيضا حركته الضمة ووقع بعد المبتدأ وخبر عن اللعب بأنها متنوعة فتم معنى الجملة. إذن الواجهة واسعة والجد مسرور واللعب متنوعة، هذه جمل تدل على أنها جمل اسمية لأننا بدأنا الكلام بها باسم وأفادت معنى تام. فنستنتج أن الجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ باسم وتفيد معنى تام،
المبتدأ هو اسم معرفة مرفوع تبتدئ به الجملة الاسمية، أما الخبر فهو اسم نكرة مرفوع يقع بعد المبتدأ ويخبر عنه ويتم معنى الجملة. هذا هو درسنا اليوم، أتمنى أن ينال استحسانكم، أتمنى منكم أن تحلوا الواجب البيتي. صفحة 37، دمتم بحفظ الله.